مين قال ما فيك تشارك بالتغيير؟ مين قال ما عندك صوت؟ انت قوة الضغط الحقيقية على أهلك، أصحابك، مجتمعك. سأل، ميز، فتش على الحقيقة. عن قاضي عنده المشروع واضح، مصداقية وقيم، قادرين فعلاً ينقذوا لبنان ويصنعوا مستقبل بيشبهك بوطن بيفجر طاقاتك. غير المعادلة، وصل صوتك، كون قوة الضغط الحرة، اصنع مستقبلك بإيدك.